اللي فات عرضنا فيديو لقرية تابعة لمركز أسيوط اسمها نجع سبح. القرية دي الفيديو اهو، الفيديو ده كان بيقول انه تم ردم ترعة اللي هي ترعة عبد الرسول، وتم 25 متر في نهاية الترعة، وفي احد الذين تعدوا فردم الترعة وبعدين بنى بيت على الأراضي بتاعة وزارة الري التابعة لوزارة الري. وعرضنا الموضوع وقلنا يا جماعة إنه في تعدي هنا، كان حتى المهندس محمد غانم معانا من وزارة الري، ولما عرضنا الفيديو قال إنه قد تكون معلومات غير دقيقة، وقلنا له والله نحقق. فالحقيقة تمت الاستجابة لما قلناه على ثلاث مستويات. يعني ده اهو، لو هاتوا لنا بس الترعه الاول الناس تشوفها، الترعه وهي مردومه، واللي هو ايه يعني، حد مواطن كده قلبه دفعه انه يردم ترعه ويبني على يبني بيت ويعمل حديقه، كل ده في ايه، في اراضي الدوله، وبقاله فتره. الحقيقه احنا تم استجابه سريعه جدا، يعني اول استجابه من جات لنا كانت من اللواء عصام سعد محافظ اسيوط، وكانت استجابه سريعه واحنا بنتكلم، وقال ان احنا هنفحص ونشوف، وتاني يوم نزلوا ويعني اتحركوا. خلونا نسمع الاول من اللواء عصام سعد محافظ اسيوط ما الذي حدث في هذا الموضوع. سياده اللواء اهلا بيك يا فندم. استاذ محمد اهلا وسهلا، أهلا بيك. وجزيل الشكر على الطلب. انا اللي بشكر حضرتك للاستجابه السريعه والنزول السريع لإزالة هذه المخالفة. إيه اللي حصل يا فندم في الموضوع وتحركتوا إزاي؟ طيب، هو طبعا بمجرد ما سيادتك أنت كنت عرضت هذا الموضوع، يعني يمكن كان حصل اتصال، فأنا طلبت أن أنا أفحص الأول وأرد على سيادتك بعد كده لاحقا. تمام. أنا بالفعل فحصت، فتبين أن منذ فترة كان في قرار إزالة صدر بخصوص هذا الموضوع. أحد المواطنين يعني ردم جزء من الترعة وعمل حاجة زي حديقة كده أو شجر كده خاص بيه السكن بتاعه. طبعا هذا الكلام مرفوض شكلا وقانونا وكل ما تتخيله من أشكال الرفض يعني. طبعا. تاني يوم احنا نسقنا في نفس اليوم مع معالي وزير الداخلية مدير الأمن والاستجابة مع مسؤولين وزارة الري بأسيوط، وحملة تاني يوم نزلت برئاسة السكرتير العام وأزالت المخالفات دي كلها وتم فتح ال هتقولنا معلش سيادة المحافظ، هتقولنا فيديو اللي بيتم فيه تنفيذ الإزالة يا شباب، ومعالي المحافظ بيتكلم، اتفضل يا فندم. تم طبعا فتح المصرف او المجرى المائي واتخاذ كل الاجراءات القانونيه ضد المخالف، وتم ازاله المخالفه. طبعا يعني هي فرصه ان انا يعني اتكلم مع سيادتك ومع اهالينا في محافظات مصر كلها وفي محافظه اسيوط. يعني التعدي على المجاري المائيه، التعدي على المصارف، على اي حاجه خاصه بنهر النيل او حتى على اراضي الدوله، هذا الكلام ممنوع تماما بكافه الطرق قانونا وكل الطرق. طبعا سيادتك يمكن كنت اشرت لتوجيهات فخامه رئيس الجمهوريه يعني الصد الحاسم والاتخاذ الاجراءات السريعه لكل التعديات على المجاري المائيه وبصفه عامه اراضي الدوله. احنا نفذنا هذا الكلام بمجرد ما اخترنا بهذا الموضوع من مسؤولي وزاره الري باسيوط، ويعني الحمد لله الامور انتوا شايفين يا فندم. انتوا في الموجه، احنا دلوقتي في الموجه ال 18 من موجات ازاله التعديات على اراضي الدوله والمجاري المائيه، مش كده؟ انتوا ازلتوا في اسيوط 373 حال التعدي او يعني تصديته. لا، احنا وصلنا حاليا لاكثر من 470. 470 ده 470 دول في خلال 3 4 يعني عدد 373 ده، وما زلنا لسه مستمرين حتى الان. طيب احنا يعني لو قلنا احصينا التجاوزات اللي في اسيوط يعني لسه حوالي كام يا فندم؟ يعني احنا قدامنا لسه في الموجة، احنا لسه شغالين حتى الان، لكن هو الموضوع على فكره مش
بايام ولا باعداد. الموضوع ده اصلا يعني بالنسبه لنا امر منتهي، ما فيش حاجه اسمها تعدي على اراضي زراعيه، ما فيش حاجه اسمها تعدي على اراضي املاك دوله، تعدي على مجاري نائيه او نهر النيل، هذا الكلام منتهي. يعني خلاص الدوله المصريه اصدرت عده قوانين، منها قانون التقنين ومنها قانون التصالح، والناس قدمت والاجراءات شغالين فيها، اللي بيقنن بياخد العقد بتاعه والتصالح بياخد الورق بتاعه نموذج 10. فاذا بالتالي الدوله فتحت زراعيها لكل المواطنين لكل المحافظات. الدوله عالجت حاجات كتيره، سلبيات كتيره في سنوات طويله تمتد لاكثر من 40 سنه لهذا الموضوع. صحيح. احنا حاليا ما فيش حاجه اسمها تعدي على اراضي دوله ولا اراضي زراعيه، هذا الكلام مرفوض شكلا وقانونا وكل الرفض يعني. وبتتخذ اجراءات صارمه برضو في اطار الاجراءات القانونيه، لان هذا الكلام يعني غير مقبول حاليا دلوقتي يا استاذ محمد. طب واعتقد ان حضرتك بتضم صوتي طبعا طبعا. لا انا معاك طبعا في ده تماما ست لواء، بس عايز اسال حضرتك على حاجه عشان برضو نبقى ايه قفلنا الموضوع كله. يعني احنا عرضنا واحنا بنتكلم وثيقه كانت طالعه من مديريه الري في اسيوط، لو الزملاء يوروها لنا تاني. وكانت هذه الوثيقة كانت طالعة بتاريخ 4/8 اللي فات، وفيها انه تمت ازالة هذه المخالفات اللي حضراتكم نزلتوا لقيتوها وازلتوها. فاللبس ده برضو لانه بعض الناس، احنا طالما عرضنا ده وحضرتك الحقيقة مشكورا يعني نزلتوا وعملتوا هذه الحملة للازالة، لكن يظل قدامنا وثيقة يا فندم طالعة من الري في اسيوط بتقول المسؤول فيها بيقول والله احنا ازلنا هذه المخالفات. طيب زي ما حضرتك اشرت كده، انا واجهت فعلا المسؤول عن هذه الكتاب اللي طلع. هو بالفعل المخالفه دي برضه عشان نقطه اوضحها لحضرتك، هي يعني المخالفه دي كانت مخالفه قديمه. يعني وفقا اللي هم عرضوه عليا مسؤول الري في اسيوط انها ممتده من 2015. تمام. يعني هي مش في السنه دي ولا السنه اللي فاتت، لا 2015، وطلع اكثر من قرار ازاله، وهم بالفعل كانوا نزلوا وفقا برضو اللي عرض عليه انه كانوا نزلوا فعلا اكثر من مره وازالوا المخالفه، واللي كان المخالف كان بيرجع تاني مره اخرى. تمام حضرتك. فاللي قاله لي وانا جبته وسالته انا بنفسي بعد اذن حضرتك عشان اساله على اللي حضرتك اشرت لي ده تحديدا، المهندس احمد الشريف، وقال لي مدير عام الري في اسيوط، قال لي بالظبط احنا نزلنا كذا مره وازلنا، لكن المخالف كان بيرجع المخالفه مره اخرى. واخد بال سيادتك؟ لازم لما نعمل ازاله بيتعمل اجراء قانوني، واجراء قانوني رادع للمخالف علشان ما يرجعش تاني في مخالفته. ده نمره واحد. نمره اتنين، كل الازالات وكل الحاجات دي كلها على حساب وعلى نفقه المخالف، لعلم سيادتك عشان بس برضه ايه، مش كل مره بننزل وبنقعد ويرجع تاني، لا هذا الكلام ممنوع تماما ومرفوض تماما. واخد بال سيادتك؟ احنا نسقنا مع معالي وزير الري، احنا الحمد لله تعالى برضو يعني الامور عندنا بالنسبه للناس بتوع الري هم بيشتغلوا، لكن تكرار المخالفه بتاع كلام من ده فلازم يبقى في عرض على السيد المحافظ عشان يبقى في بالظبط. لانه يعني انا اشهد يا ست لواء، لما حضرتك احنا تواصلنا مع حضرتك وبعتنا، انت تحركت مباشره في بعض الملفات انا عارف انها لا تعرض، فبالتالي ما بيتخذش فيها قرار. بس اخر حاجه معلش، وانا يعني هستغل سعه صدرك وسمحتك يعني. اتفضل. احنا لما المواطن بعت لنا الفيديو اللي عرضناه يسجل هذه المخالفه، وكان معانا المتحدث الرسمي باسم وزاره الري، وقال انه حصديك معلومات قد تكون مغرضه والى اخره. هذا المواطن الفيديو معانا يا فندم انه اول حاجه تم ازالتها السور بتاع الجنينة بتاعه اللي هو 83 متر، وبيقول تمام. هو انه هذا السور من سنة 60، وبدأ تمام. يقول لنا ايه يا فندم؟ يقول يا جماعة الدولة، طب ما انتوا كده اللي هيبلغ عن تعدي فيجي الحملة تقوم شايله له السور بتاعه، فالمواطنين مش هيبلغوا. بيقول انا بلغت عن تعدي، فاذا بيا الاقي انه الحملة نزلت الاول قبل ما تزيل التعدي على الترعة تهدم 83 متر من سور الحديقة بتاعي، وأرجو أن الزملاء يجيبوها. وهو عنده تعارض مع وزارة الري ولم يتم الفصل فيه. فبرضو أنا بحط المسألة دي قدام حضرتك، وأعرف أنك يعني هتحقق فيها وتشوف، وإذا كان ليه حق هتدهوله هو الراجل المتجاوز، يبقى خلاص المسألة تمت. بس أرجو تعليق حضرتك على ده.
حاضر، اللي سعادتك اشرت عليه في الكلام بتاع سيادتك مؤخرا هيتم بالفعل، لكن بعد اذن حضرتك اللي انا متاكد منه من الحمله اللي نزلت، وكانت رئاسه السكرتير العام ومعاه وكيل وزاره الري، هم ازالوا كل التعديات اللي كانت موجوده في المنطقه دي. كلام منتهي، والكلام ده بيتعمل عفوا يعني بيبقى في مساحه موجوده، في رسم حدود موجوده، في حاجات كتيره فنيه قوي يمكن الناس بتوع الري بيبقوا مختصين بيها تحديدا. فهو اللي يعني احنا هنا اهو كان الـ بيهدوا، رجعوها تاني يا شباب، بيهدوا السور قبل ما يبداوا. فحضرتك بتقول ان هم بيهدوا المخالفات في المنطقه جميعا كلها. تمام حضرتك، وبيشتغلوا في كذا اتجاه، يعني معلش احنا ما بنستناش لغايه لما الحفار اللي سيادتك شفته ده بيقعد يحفر، لا ده في لودر بيتحرك هنا، في حفارين بيتحركوا هنا، في حمله بتبقى شامله بتنزل بتزيل المخالفات. ومع ذلك انا قلت لسيادتك هفحص هذا الموضوع برضو تاني. لا انا 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 الاول هكمل يعني ما ساعتبره بلاغ خاص لحضرتك واحنا على الهواء، لانه المواطن الذي تضرر من ازاله السور بتاعه في هذه الحمله، لانه هو من ابلغنا وهو من صور، لما اتكلم مع المهندس احمد الشريف، فالمهندس احمد الشريف قال له احنا نزلنا لك السور عشان تبقى تروح تعمل مداخله تاني. فارجو ان حضرتك تحقق في ده، اذا كان قيل فده في استهانه كمان بالاعلام واللي الدوله بتعمله، واذا كان ما قيلش يبقى تمام، بس انا بحط البلاغ كاملا قدام حضرتك. استاذ محمد، سيادتك لا اسمح اطلاقا باللي انا سمعته ده اطلاقا بعد اذن سيادتك. احنا عندنا بنشتغل في اطار وانا واثق في ده، واثق في ده تماما، وهفحص هذا الموضوع بعد اذن حضرتك وهرد عليك بشفافيه، لان ما عنديش برضه غير تمام الشفافيه والمصداقيه. انما انا بس عايز اشير لحضرتك لجزئيه مهمه جدا. اتفضل. ان الدوله اصدرت قوانين عديده جدا، منها التقنين ومنها التصالح. صحيح. كل مواطن، خلي بال حضرتك، كل مواطن من حقه ان هو بيقدم الطلبات بتاعته وبننتهي منها سواء في التقنين او في التصالح. انما اللي انا بس عايز اقوله لحضرتك ان حتى الري اصلا اراضي الري، خلي بال حضرتك، هي يعني في اراضي كده ما ينفعش تقنن، ما ينفعش انها تملك. صحيح. انما بيبقى في اساليب اخرى قانونيه، سواء من خلال حق الانتفاع او سواء من خلال الايجار الطويل او بتاع كلام من ده. فاي مواطن، انا بتكلم بصفه عامه، ما بتكلمش على الحاله دي بصفه خاصه. صحيح. اي مواطن بيتوجه للمسؤولين بتوع الري وبيقدم والله الطلب، سواء حق انتفاع سواء ايجار لمده طويله، ايه الكلام ده كله، الدوله برضه حتى ميسره هذه الامور تماما يعني. صحيح. انا بشكرك وانا في انتظار يعني ما يسفر عنه تحقيقك، وانا اشهد امام الساده المشاهدين يعني على جديه حضرتك وعلى شفافيتك وعلى اخلاصك وحبك لهذا البلد، وانك بتعمل وبتنطلق من النقطه دي تحديدا. فانا يعني منتظر لانه هذا الكلام يا فندم يعني يدي رساله سلبيه كبيره جدا، وانا واثق فيما ستقوم به. امرك وباذن الله تعالى هنعرض على سيادتك بشفافيه ومصداقيه تامه. اشكرك سياده اللواء عصام سعد محافظ اسيوط. ليه قلت هذا الكلام لسياده المحافظ؟ لانه انت لما بتيجي في الاعلام مواطن بيبلغ عن مخالفه او عن تعدي على اراضي الدوله، فهذا المواطن، وانا عايز اجيب بس جزء كده، هذا المواطن هو بيتكلم بيقول يا جماعه انا الدوله المفروض تحميني، يعني انا بلغت عن تعدي، بلغت عن تعدي انه الترعه. خلينا نسمع رسالته، وانا واثق فيما سيقوم به معالي محافظ اسيوط اللواء عصام سعد، لكن عايز لان دي قضيه خطيره جدا. رئيس قال يا جماعه 6 شهور تدوني تمام، وقال ان دي قضيه امن قومي، وسال وزير الري وقال انتوا ساكتين ليه؟ طب هل احنا مسؤول الري في المحافظات فوق المساءله؟ يعني في تقصير منهم، في تقصير بهذا بدليل انه المخالفه دي موجود، هيقولوا انه المخالفه دي من 2015 وهم كل ما يزيلوها الراجل يرجع تاني يتعدى على الاراضي الدوله ويردم الترعه، فهم في الاخر ما اختاروش المحافظ، لان المحافظ اول ما جه الموضوع قدامه نزل وخلص. وكمان عايز اشكر الاول قبل ما اسمعكم الفيديو انه وزاره الداخليه طلعت بيان على طول، لانه قالوا حتى في بيان وزاره الداخليه قال كشف ملابسات ما تم تداوله على احد القنوات الفضائيه بشان شكوى احد المواطنين مقيم بدائره مركز شرطه اسيوط خلال مداخله هاتفيه لاحد البرامج التلفزيونيه يتضرر فيها من
احد الاشخاص مقيم بذات ناحيه للقيام بالتعدي على منافع الري المجاور للارض الزراعيه ملكه. باجراء التحريات وجمع المعلومات تبين ان المشكو في حقه صادر ضده عدد 2 قرار ازاله التعديات على منافع الري، وان والد الشاكي صادر ضده قرار ازاله التعدي على منافع الري. والد الشاكي. عقب تقنين الاجراءات قامت مديريه امن اسيوط بتوجيه حمله امنيه بالاشتراك مع قوات الامن المركزي والجهات المعنيه، وتم تنفيذ قرارات ازاله التعديات المشار اليه. فالداخليه اتحركت واتحركت وهي بتشير ان التحريات قالت ان والد الشاكي اللي هو كلمنا عنده قرار ازاله التعدي على منافع الري. وزاره الري برضو طلعت بيان وقالت ان احنا اتحركنا، لكن الكلام اللي اتقال في الفيديو ده، وانا عاوز بس ما اعرفش الشباب هيجيبوا لنا الجزء ده، اللي هو بيتكلم فيه عن انه اللي بيبلغ محتاج انه الناس تحميه، لانه هنا الداخليه بتقول ان هو عنده زي ما هما بيقولوا قرار ازاله التعدي على منافع الري والده المشكو في حقه. هو راجل بيتكلم عن سور مبني من سنه 60 والسور شكله قديم، انا ما بدافعش عنه، انا بطالب تحقيق فقط في هذا الموضوع. لكن الرساله الاساسيه عشان ما فيش مواطن تاني يخاف انه يبلغ. وبعدين انا بالنسبه لي بالمنطق مع احترامي الشديد لكل ما قيل، يعني مش هيبقى هو عنده قرار بازاله في نفس المنطقه ويروح يبلغ عن جاره، يعني اللي هو ايه، لانه احنا برضو ما هو بنحط المساله قدامنا، يعني هو الراجل الفلاحين اللي في المنطقه مضرورين من ردم الترعه، واللي هو ردم الترعه ده باني بيت، وهذا البيت الحمله لم تتعرض له، ما اعرفش هل بقى البيت هيتم التصالح عليه او هيتم ايه، ما اعرفش. لكن البيت اللي موجود على اراضي وزاره الري جنب الترعه اللي تم ردمها جنب الحديقه اللي بناها على الارض بتاع وزاره الري، البيت ده ما حدش جه جنبه، هم فتحوا الترعه ل 25 متر وزالوا السور. فهنا سمعونا الجزء ده. لما طلعت في الاعلام واتكلمت عن موضوع الترعه والقرارات اللي مش بتتنفذ والقرارات اللي بتصدر، او مش القرارات، الوثائق اللي بتصدر ان تمت الازالات بما يخالف الواقع، كل ده زعل الناس بتاعت الري. هدولي سور الجنينه اللي عندي اللي بقاله من سنه 1960 قائم، هدهولي قبل ما يبتدوا فتح الترعه، اتهد كله بطول 82 متر هدم، وبقت الجنينه كلها في الشارع كده. بس مش مشكله، يعني مع ان الواحد يقول الحق المفروض ان هو ما يتضررش. طب انا ده الكلام موثق عشان برضو يبقى موجود في بلاغي لي سيادة المحافظ ولوزير الري دكتور محمد عبعاطي، انه في واحد بيقول انا بلغت او اتكلمت مع الاعلام اقول ان في مخالفات او اقول في تعديات ومحدش بيعمل بيزيلها فعوقب. بس احنا برضو عشان نكمل الصورة، لانه هذا الشاكي طبقا للتحريات بتاعت وزارة الداخلية بتقول انه هو والده عنده قرار ازالة على منافع الري، يعني تعدي على منافع الري. فخلينا نسمع منه، لانه هو برضو لانه احنا ايه يعني مش عاوزين برضو نبقى بنتكلم في طرف واحد، لانه هو طالما انه هو بيقول انا مظلوم وانا ما عنديش تعدي وجوم الحملة هدوا السور بتاعي، وانا عاوز تجيبوا صورة السور ده يا جماعة، لانه هدوا 83 متر من السور على انه مخالف. هو الراجل بيقول لا انا ما عنديش مخالف، اهو ده السور اهو اللي اتهد، اهو ده الامتداد كده بتاع السور، قال لك الحديقه بتاعتي بقت في الشارع. فخلونا نسمعه معانا ولا لسه؟ طب يلا، لانه هنا ايه عشان الصوره تكتمل، بحيث انه لو في مواطن بيبلغ فما يتعاقبش من مسؤولين الراي، ولان دي حاجه غريبه جدا، ما هو البلد عشان تقوم ما ينفعش يحصل ده. بس خلونا نسمع. اهلا بحضرتك يا فندم. مساء الخير يا دكتور. يعني احنا كان معانا سياده محافظ وانا عرضت الجزء اللي انت قلت انه لما انت بلغتنا او اتكلمت معانا، فلما الحمله انت بتقول بتوع الري نزلوا هدوا لك السور، بس تحريات وزاره الداخليه بتقول لوالد حضرتك قرار ازاله انكم عاملين تعدي على منافع وزاره الري، يعني الحكايه دي ايه برضو؟
تسمح لي. اتفضل. بص يا فندم، انا اتبلغت من حوالي شهر من مسؤولي وزاره الري، تمام، تحديدا من المهندس احمد مجدي مدير هندسه ري اسيوط، ان قد يكون هناك تداخل للسور بتاعنا اللي مقام من سنه 1960 قبل انشاء استرعى. معلش يا فندم، هاتوا لنا يا جماعه السور ده عشان نبقى الناس شايفه احنا بنتكلم على ايه. جالكوا يا فندم من الري؟ محادثه مع المهندس احمد مجدي مدير هندسه ري اسيوط، بيبلغني بيقول لي قد يكون السور بتاع الجنينه بتاعتكم متداخل مع املاك الري. تمام. فمن فضلك علشان نوصل لحل في الكلام ده ونبقى عارفين الوضع تمام، عايزين نعمل حاجه اسمها فصل حد مساحي بين املاككم واملاك الدوله. تمام. قلت له حاضر يا فندم، وتوجهت فعلا بنفسي لهندسه ري اسيوط، اخذت خطاب موجه من هندسه ري اسيوط لاداره المساحه، وسلمت الخطاب لاداره المساحه بطلب مني بالاتفاق مع هندسه ري اسيوط لقيام المساحه، اداره المساحه في اسيوط، عشان تطلع تعمل عمليه فصل الحد ما بين املاكي واملاك الدوله. تمام. وبناء عليه في وثيقه انا بعتها عند حضرتك. قول لنا دي ايه يا فندم الوثيقه؟ ده يا فندم المحضر بتاع المساحه اللي طلعت يوم 22/9. المساحه علشان تقدر تعمل عمليه فصل مساحي بتطلع اللجنه المساحيه مكونه من لجنه من المساحه ولجنه من الري. الناس اللي حضرت اللجنه مكتوبين عند حضرتك في المحضر اللي قدامك، هتلاقي اتنين من المساحه واتنين من الري. تمام. بيرفع النقط يعني المساحية. في الاستاذ عماد عيد ومحمد مصطفى محمد الري. ومصطفى حسن عبد المولى. تمام. دول من الري، وفي ناس ثانيه، وفي اتنين تاني من المساحه. تمام. الناس دي بتطلع بتاعت المساحه، بتطلع في الاول بترفع النقط المساحيه بجهاز بتاع التوتال ستيشن، وبعدين بياخد الكلام اللي هو طلع بيه ده، بياخده يروح عنده، يرجع في المساحه عنده، يحطه على الكمبيوتر ويحطه على الخرائط المساحيه. تمام. بحيث ان هو يقدر يعرف الحدود دي فين والاماكن دي فين بالظبط، واخد بال حضرتك، ويرجع بعد فتره معينه يحط الحديد اللي بيظهر المساحه بتاعتي فين، وحدودي فين، وحدود الري فين. تمام. المحضر اللي قدام حضرتك هتلاقيه في الاخر مكتوب فيه ويتم تحديد موعد بمعرفه المساحه لوضع الحدود المساحيه. تمام. كويس. الكلام ده زي ما بقول لحضرتك هو تم في 22/9. انا كنت في المساحه اول امبارح بعد الازالات بيوم، سالتهم هو انتوا هتطلعوا تحطوا الحديد ده امتى؟ قالوا لي ان شاء الله اقرب ميعاد نقدر، عشان احنا عندنا مشغوليات كتيره جدا ومواعيد كتير، اقرب ميعاد نقدر نحط بيه الحديد يوم 14/10 القادم. كويس. يبقى ايه الحاله اللي عندي؟ الوضع اللي عندي ايه؟ الوضع اللي عندي ان انا في عندي فصل حد مساحي مع الري. طب انت الحمله لما نزلت انت كنت موجود؟ للاسف انا كنت في القاهره. انا ما كنتش موجود في اسيوط. تمام. طب هم الناس بتوع معلش الناس بتوع الري، الناس بتوع الري عندهم الحاله الورق، عندهم النزاع اللي بينك وبينهم ده موجود عندهم، عارفينه يعني؟ بص فندم، انا فوجئت لما رحت مركز شرطه اسيوط علشان استفهم هو ازاي تمت الازاله عندي وانا ما اتبلغتش باي محاضر، لان مدير ري اسيوط قال لي اعمل فصل حد عشان ما نعملكوش محضر. تمام. فانا قلت له حاضر، ورحت دفعت حوالي 4000 جنيه تقريبا في المساحه علشان اعمل الكلام ده كله. تمام. واحنا ماشيين في اجراءاتنا عشان نشوف هل ليكوا ولا ليا. قال لي لو ليهم حاجه يا فندم، المفترض ان انا بعرف مثلا لسه ان هو عنده متر او مترين او 10 او 100 عندي، المفروض ان انا بشيل التعدي ده، لان هو طبعا لو فرض ان في تعدي فده هيكون غير مقصود تماما، لان زي ما بقول لحضرتك السور ده من سنه 1960 من قبل الترعه دي ما تتبني اصلا. يعني ده من سنه 60. السور ده من سنه 60، الترعه دي اتبنت اتحفرت 69. واخد بال حضرتك، والسور ده قائم من سنه 60 لحد يومنا هذا. يعني ما هو ما هو اتشفش. هو في صوره كده تقول انه السور قديم، ورونا كده يا جماعه. يا فندم واضح جدا، هتلاقي الصوره واضحه يعني. واخد بال حضرتك، فاللي حصل يا فندم بالظبط من اداره الري ان هي استبقت الاحداث وقبل ما يطلع فصل الحد المساحي. لا، استبقت الفصل. طب انت اتكلمت مع بتوع الري يا فندم؟ لا يا فندم، ما رضيتش اتكلم مع بتوع الري، بس انا كنت عند سياده السكرتير العام لمحافظه اسيوط اول امبارح، لان سياده المحافظ اعتقد كان في القاهره، انا كنت حابب اقابل معالي الوزير،
لكن سيادة السكرتير العام كان يعني كان في سعة صدر كبيرة جدا جدا في استيعاب الموضوع، وقدمت المعالي نفس الخطاب اللي انا اللي حضرتك اظهرته اللي هو بتاع فصل الحد، والسيد السكرتير العام تكرم وبلغني ان هو هيفتح تحقيق في الموضوع ده وتفهم الموضوع تماما. وهو سيادة المحافظ يعني اعلن معانا على هو انه هيفتح تحقيق ويشوف الموضوع تمام. انا اسمح لي بس، انا يعني سياده المحافظ في الناس بتوع راي بيبلغوه بمعلومات للاسف الشديد هي خاطئه. يعني هم قالوا له اصل احنا عملنا ازاله للمخالفات دي، هي من 2015 عملنا لها ازاله كذا مره والمواطن يرجع يردمها تاني والكلام ده. يا فندم انا اسف جدا جدا، الكلام ده ما حصلش. معالي الوزير يقدر ان هو يطلب تحريات المباحث، هيبلغوني الكلام ده عمره ما حصل. يعني المخالفات دي من 2015 ولم تتم ازالتها ولا مره ولا اجراء يا فندم، وانا شخصيا مخاطب بيها، مش بس خاطبت بيها الري، انا خاطبت بيها البوابه الالكترونيه تمام، وجاي لي بوابه الشكاوي، خاطبت بيها بوابه الشكاوي، جاي لي رد رسمي من مجلس الوزراء تمام، بيقول لي على التفاصيل بتاعه المحاضر دي انا ما كنتش اعرفها. انا عرفت الكلام ده رد رسمي من من البوابه الالكترونيه، ردت عليا قالت لي ده في محضر رقم كذا ل 2015 ورقم كذا ل 2016 ورقم كذا ل 2017 تم تحريرها وسيتم اتخاذ الاجراءات اللازمه مع استعجال من مجلس الوزراء. ورد عليهم راي اسيوط قال لهم هيتم التنسيق مع مركز شرطه اسيوط لاتمام الازالات، وما حصلش حاجه تمت. حصلت يا فندم لما كلمت حضرتك في اقل من 24 ساعه، انا كنت بكلم حضرتك يمكن قافل معاك الساعه 9 بالليل، الساعه 10 الصبح الازالات كانت بتتنفذ وكان بيترتب لها الساعه 9 بالليل. مين كان زعلان بقى ان انت اتكلمت في الاعلام؟ اللي كان زعلان المهندس احمد شريف يا فندم، اللي انا طلعت الوثيقه بتاعته اللي ماضي عليها وهو مدير عام الري. قالك ايه ولما انا كلمت قالك ايه يا استاذ سمير؟ قالك ايه؟ انا لما كان بيحصل ازالات كلمت حد من الناس اللي عندي في البلد، قلت لهم مين اللي واقف اللي بيأمر بقى بازاله السور؟ قالوا لي مدير عام الري، فقلت لهم اديهوني اكلمه اللي هو المهندس احمد شريف. ده مدير عام الري، مدير عام ري اسيوط. تمام. فكلمته في التليفون، حد من قرايب اداله التليفون قال له من فضلك كلمه. قلت له حضرتك بتعاقبني علشان انا طلعت الوثيقه اللي حضرتك بتطلعها بتقول انك عملت الازاله وطلعتها على التلفزيون، بتعاقبني بتهد السور بتاعي، وانا بيني وبينك لسه في فصل حد. قال لك ايه؟ لسه ما تمش. قال لي عشان تبقى تطلع في التلفزيون تاني. تمام. طيب انا بشكرك جدا انك يعني وضحت لنا الجزء ده من الصوره، وانا باجدد ثقتي في اللي قاله لنا اللواء عصام سعد محافظ اسيوط انه هيحقق في الموضوع، لكن انا بطلب منه يعني انه يستدعي الأستاذ سمير فراج مواطن من أسيوط، يستدعيه ويشوف الورق اللي عنده ويسمع منه، لأنه إحنا قدام حالة الحقيقة غريبة جدا. دي بلد مفروض إنها ما بتهزرش، يعني الآن البلد ما بتهزرش، رئيس الدولة يتعامل بجدية شديدة جدا في هذا الملف. في ناس مش مقتنعة إنه في حاجة اتغيرت في البلد، يعني في ناس بتشتغل بنفس الأداء القديم، ستف أوراق طلع مكتبات كله زي الفل على الورق، طب على الارض بايظه. لا، فانا هذا الملف سيظل مفتوحا معنا لحد ما نشوف، وعشان توصل رساله للناس لما تلاقي تعدي على اراضي الدوله وتبلغ محدش يضرك، لان هو الوقت لو الرساله وصلت اللي هو مدير عام ري اسيوط مثلا، اذا صحت هذه الواقعه، عشان برضو ما اقولش ايه ان الواقعه حصلت 100%، اذا صحت هذه الواقعه ودي صورة سلبية للناس انه اللي عنده راصد هو تعدي او تجاوز في حق الدولة ما يبلغش عنه. ويقول لك انا بلغ ليه؟ ما انا هتضر، انا مالي يا عم، ما خليها بقى كده. لا، احنا عاوزين توصل رسالة لما حد يرصد مخالفة او تجاوز في حق الدولة ويبلغ عنها لا يضر، لكنه لان لو ده حصل مفيش حاجة هتنفع.